مات مور. ليستر سيتي يعاني في شوط المباراة الأول أمام دفاعات صلدة، بيحاول مور بيقطع انفراد، حدف الجول، حدف الجول، جول 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 جول. إيناتشو أول فرصة في المباراة من أول لسعة حلوة نيجيرية، هذا اللاعب يسجل هدف، هدف رائع الحقيقة، يدل لنا لاعب مخلص، لاعب مخلص ويسجل هدف جميل. اللاعب اللي جاء بتكلفة 25 مليون جنيه استرليني يسجل. شوف شوف، هذه أول مرة، أول فرصة يحطها في الجول على طول ويسجل أول أهداف اللقاء. يأبى النيجيري أن ينهي شوط المباراة الأول بدون أهداف، بل يتقدم ويضع الأمور في نصابها الصحيح والمنطقي، وضعها والله بين أقدام حارس المرمى كريس نيل، حطها في الوسط، عملها كوبري ما بين أقدام حارس المرمى، لاعب بثقة. عندما يتعلق الأمر في الانفراد فلاعب كبير ولاعب يعرف طريق المرمى من أين يسجل، يمين يسار، خير الأمور. الكرة مرة ثانية إلى رياض محرز، كرة مع رياض، رياض بيحاول يمر، رياض يتقدم، يا سلام على التمريرة، يا سلام على الجول، الله! ليش يا راية حرمتينا من هذه التمريرة؟ ليش يا راية رفرفتي على لعبة رياض محرز الجميلة؟ ليش يا راية؟ ولكن حامل الراية نحترم راية، ونشوف الإعادة اللي فيها في إفادة، والحكم راح يكلم حكم الفيديو. الراية حرمتنا لمسة ذهبية من رياض محرز، ولكن ما زال هناك القرار بعد التداول، الحكم بعد التداول مع الحكم الرابع. شنو يقول حكم أو الحكم الفيديو اللي هو بيتر كيركاب؟ هل فيها تسلل ولا لا؟ خلونا نشوفها، خلونا نشوفها قبل يحكم الحكم. نشوف الإعادة، نشوف الإعادة وفيها جول ولا ما فيها جول. حكم الفيديو هو اللي عند القرار، والحكم يتشاور في أول مشاورات في هذا الملعب تطبق فيها تقنية الفيديو في لقاء تاريخي في هذا الجانب. ماذا يقول؟ أوه، جول، جول ولا شنو؟ هدف، هدف، هدف وجول. ما خلتنا نتفاعل من المرة الأولى، وإحنا الهدف وحماس الهدف يوقف مع المرة الأولى، ولكن الهدف في الأثر رجعي. المهم جاء الهدف، ويا السلام عليك يا رياض، وهذه الإعادة تقول أن الهدف شرعي وقانوني. نشوف الإعادة، نشوف نشوف نشوف، ولا حتى الآن ما نحسب، ما نحسب. شوف شوف الإعادة، هل هو تسلل؟ لكن قرار حكم المباراة كان احتسب الهدف، الهدف انحسب، إذا صفر.